يقول من اغتاب بلدا أو عائلة معينة، مثلا يقول هذه العائلة كلهم فيهم كذا، هذا أعوذ بالله، يعني هذه غيبة يعني جماعية، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. يقول إثم أهل البلد كلهم الذين اغتابهم؟ نعم، إذا اغتاب عائلة كاملة أو اغتاب قبيلة أو اغتاب أهل بلد، نعم يأخذ إثما وعظيما والعياذ بالله. وذلك ينتبه الناس لمثل هذا الأمر.